في محاولة للسيطرة على فيروس كورونا والتعرف على المصابين بالفيروس والعمل على عزلهم، خاصة الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض، طور علماء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا نموذجا جديدا للذكاء الاصطناعي يمكنه اكتشاف فيروس كورونا من خلال صوت السعال. جهاز للكشف عن نوعية السعال يكشف الإصابة بفيروس كورونا لدى 97% من الأشخاص الذين لا يعانون من أعراض، حيث تشير الأدلة إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكنه اكتشاف الاختلاف بين السعال الطبيعي المرافق لأمراض الجهاز التنفسي الأخرى والسعال الذي يعتبر أحد أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد. الجهاز الذي طوره العلماء يدعم نظام الدمج للكشف عن الاختلاف في طبيعة السعال في جهاز يشبه الهواتف الذكية، حيث يعتقد العلماء أن الجهاز سيصبح أداة فحص مبكرة ومفيدة، حيث من الممكن أن يتسبب كورونا في تغييرات صغيرة جدا مما يؤثر على طريقة السعال بشكل كبير. الجهاز يحوي مجموعة من البيانات والكلمات المنطوقة في حالات عاطفية مختلفة، تم وضعها على قاعدة بيانات لاختبار السعال لاكتشاف التغيرات في أداء الرئة والجهاز التنفسي، حيث شمل الاختبار 2500 نوعية سعال مختلفة لأشخاص تم تأكيد إصابتهم بالفيروس لحالات كانت بنسبة 100% دون أعراض. النتائج المبشرة للجهاز تؤكد أن قيمته الرئيسة تكمن في اكتشاف الفرق بين السعال الصحي والسعال غير الصحي لدى الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس، وليس الإسهام في تشخيص المصابين، حيث يعتبر الجهاز بمثابة الإنذار المبكر للكشف عن الإصابة بالفيروس. سيسهم استخدام الجهاز في التقليل من انتشار الوباء إذا استخدمه الجميع قبل الذهاب إلى الفصول الدراسية أو العمل أو المطاعم، حيث من الممكن أن يخبرك الجهاز ما إذا كان يجب عليك عزل نفسك عندما لا تظهر أي علامات رئيسة تؤكد إصابتك. يمكن أن يساعد الابتكار الجديد في العودة إلى دراسة السعال الذي يعتبر أحد أعراض الإصابة بالفيروس، بالإضافة إلى درجة الحرارة وغيرها، فهناك بعض المؤشرات الحيوية ذات المستوى الأعلى التي يمكنها تشخيص الحالات بشكل كافٍ. ومعنا عبر سكايب من عمان اختصاصي الأمراض الصدرية والتنفسية دكتور محمد الطراوني. دكتور محمد صباح الخير وأهلا وسهلا بك معنا في صباح المملكة. بالتأكيد استمعت إلى التقرير الذي عرضناه قبل قليل. دكتور، ما أهمية أن يكون هذا الجهاز، أو ما مدى إمكانية أن يكون هذا الجهاز جهاز كشف مبكر عن الإصابة بفيروس كورونا؟ أولا يعطيكم ألف عافية وشكرا لكم على الاستضافة وعلى جهودكم بنشر الوعي الصحي بين المواطنين. أولا، إن السعال هو عرض وهو ليس مرضا، وهو عرض من الأعراض المهمة المصاحبة للأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي، وهو ناتج عن ردة فعل نتيجة ظهور أجسام غريبة أو ظهور محفزات للقصبات الهوائية أو المجاري التنفسية تؤدي إلى إرسال هذه الإشارات إلى الدماغ، مما يؤدي إلى إصدار أوامر بالسعال عن طريق حركة متناظمة للعضلات في الجهاز التنفسي وعضلة الحجاب الحاجز، مما يؤدي إلى إحداث هذه ردة الفعل التي تؤدي إلى تنظيف المجاري التنفسية من العوالق والشوائب أو كردة فعل المحفزات. فالأشخاص المصابين بفيروس كورونا بنسبة 85% قد لا تظهر لديهم أعراض أو قد تكون الأعراض خفيفة جدا. فهذا الأمر يؤدي إلى أن يكون هؤلاء الأشخاص ناقلين للعدوى بشكل كبير في المجتمع، وهم أيضا لا يشعرون ولا يكون لديهم أيضا الفكر أنهم مصابون. فمثل هذا النموذج الذي تم تطويره في معهد MIT عن طريق محاكاة لنظام الذكاء الاصطناعي من حيث جمع بيانات أكثر من 700 ألف مدخل في هذا النموذج، من حيث وضع بيانات الأشخاص المصابين بفيروس كورونا من حيث نوع السعال وطريقة الكلام، وأيضا جمع بيانات للسعال القصري أو الطلب من الشخص أن يسعل وهو الشخص سليم وغير مصاب، وأيضا الطلب من الأشخاص المصابين. وبعد أن تم جمع مثل هذه البيانات
ومقارنتها تبين أن الأشخاص الذين يحملون الفيروس ولا تظهر لديهم أعراض بالجهاز التنفسي أو يظهر لديهم نوع من التغيرات في السعال أو في الكلام أثناء الطلب منهم من السعال أو ما نسميه السعال القصري، يختلف عن الأشخاص الأصحاء الذين لا يحملون الفيروس. نعم. ومثل هذا التغيرات لا يمكن الإحساس بها أو التمييز بها عن طريق الأذن البشري. طب دكتور بشكل عام، هل نحن يعني أنتم كأطباء، هل هناك تقسيمات لأنواع السعال؟ نعم سيدي، كما ذكرت أن السعال هو عرض وليس مرضا، وهو مصاحب لأمراض تنفسية ومصاحب لأمراض قد لا تكون لها علاقة بالجهاز التنفسي. فهناك السعال الجاف، وهناك السعال المنتج للبلغم، وهناك السعال الحاد، وهناك السعال المزمن. كما نعرف أن في فصل الشتاء قد تكثر حالات السعال بسبب ظهور الفيروسات التنفسية أو الإصابة بنزلات البرد، مما يؤدي إلى تهيج المجاري التنفسي العليا أو الإصابة بالالتهابات الرئوية، مما ينتج عنها كردة فعل هو السعال. فالسعال قد يكون سعالا جافا متكررا، أو قد يكون سعالا مصاحبا لخروج البلغم، والبلغم له أشكال وله أنواع، فقد يدل على أمراض معينة وقد يدل على حالات معينة. وهناك أنواع من السعال قد تكون لها علاقة بالتهاب الجيوب الأنفية المزمن، مما يؤدي إلى وجود إفرازات في منطقة سقف الحلق تؤدي إلى تهيج المجاري التنفسية، وبالتالي تؤدي إلى الشعور والرغبة بتنظيف الحلق، مما يدل على التهاب الجيوب الأنفية. والسعال أيضا المصاحب أو الذي يتبع تناول الطعام قد يكون له علاقة بالارتداد المعوي المريئي. فلذلك هناك بعد أخذ السيرة المرضية من المريض وبعد إجراء الفحص السريري، يدل السعال على بعض الأمراض الجهاز التنفسي وأمراض المصاحبة للسعال مثل الارتداد المعوي المريئي. نعم، يعني دكتور بشكل عام أي نوع من أنواع السعال أنت لازم تراجع الطبيب، مش زي ما يعني متعارف عليه بأنه قحة وبتعدي. أولا هناك علامات تحذيرية للسعال، فالسعال المتكرر الذي يحدث بنوبات متكررة قد يؤدي في بعض الأحيان إلى حالات من الإغماء، مثل التي تؤدي إلى ارتفاع الضغط الإيجابي داخل الرئة، مما يؤدي إلى نقص التروية على القلب، فيؤدي إلى حالات من الإغماء. وأيضا السعال المصاحب للبلغم الذي يحتوي على مشحات دموية أو ما نسميه النفط الدموي، هو يستدعي مراجعة الطبيب بأسرع الممكنة، لأنه يمكن أن يدل على وجود لا سمح الله الإصابة بأمراض رئوية خطيرة، مثل الإصابة بالسل أو الإصابة بسرطانات الرئة أو أيضا الإصابة بالجلطات الرئوية. نعم، يعني دكتور ختاما، هل يمكن لكم كأطباء صدرية فقط عن طريق السعال التفريق أنه هذا الشخص مصاب بفيروس كورونا أو مصاب بأمراض أخرى؟ كما ذكرت في بداية الحديث أن السعال هو عرض وليس مرض، وقد يكون هناك أعراض أخرى مصاحبة للمرض تدل على التشخيص الرئيسي، ولكن يصعب جدا التمييز في السعال مع النوع المرض المصاحب للسعال فقط. لذلك يجب إجراء الفحص السريري وأخذ سيرة مرضية مطولة وإجراء بعض الفحوصات للتحديد والتشخيص. لكن كما ذكرت هناك بعض العلامات التي تدل، لكن الحصول على تشخيص دقيق يحتاج إلى مراجعة الطبيب وأخذ سيرة مرضية مطولة وإجراء الفحص السريري وإجراء بعض الفحوصات، مثل إجراء فحص وظائف الرئة أو إجراء صور أشعة للصدر أو تحليل الحمض داخل المعدة، لأن ذلك من يؤدي إلى تشخيص حالة الارتجاع المعوي المريء. فقط عرض السعال لا يؤدي إلى تشخيص دقيق، بل يؤدي إلى الاستدلال على بعض الأمراض التي يجب تشخيصها واستثناؤها. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور محمد الطراوني، اختصاصي الأمراض الصدرية والتنفسية، كنت معنا من عمان عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.